شبيك انت؟ اه اسمه اسمي ذيام ايه شبيك شبيك نحب رجعني جابت الكو اه جابت الكو كل ايه كل فور ايه بس تلسق صباتك؟ ليه مش مبادي بيع مش بتعمل بيع؟ خذيت انا ايش بستعمل؟ بنتي بيع ايش معنيك بنتي بيع؟ معناتها غذا بنتي بيع شيخ بيع فهمتني؟ عندك حاجة مقطعة يعني بس تلسقها؟ بنتي بيع شيخ بيع شيخ بيع كما عبادة شيخ نين شيخ اسمعني معناتها مثلا نحط الكور في الساشي ونضرب نضرب نبقى نضرب 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 هكا هاو تضرب في الساشي مش نضرب في الساشي نضرب في الساشي كاو في الهواء الواحد نتاع الكور في فمك معناها يجي في فمي هاي يا فمك باش يلصق ما يلصقش برس سمك ولا ما عندها بكرة تجي مش هكاك الماكلة ناكلك على الوقت تروح نتعشى مجرب والله ما عندها بكري خرجت من تسعة متعشى انت اش تطلب توا؟ مش نطلب ونروح نتعشى في الدار هي برا تعشى المهم عن الواحد مجرب برسم مجرب عن واحد الواحدة شنية؟ دي طايح مونك منها مجرب برسم طايح مونك بيش؟ مجرب برسمك عليك يا بالله قلت لك برسم ايه فهمني فهمني هالغرام هذي بالكول معناتها بالكول فور اللي تتنفس فيه في شنو معناها؟ لا اعلم من وقت ايش انت هاك؟ من ست ايام شنو؟ من ست ايام معناتها تعمل الكول فور وتمشي تقرا؟ من ست ايام معناتها قريب نخرج من القرايه بطل بنت كلف معناتها انت تكلفر وانت تقرا؟ ايه دوخت معناتها تدخل الاستاذ وانت في غيبوبه؟ لا ما انا ما ندخلش كل عام قريت فيه ثلاثة جمعات عام كامل قريت ثلاثة جمعات تو اش تعمل؟ تو كان اش تخدم؟ ما نخدمش ساعات ونخدم باهي منين تجيب الفلوس باش تشري الكول فور؟ تعطيني مو ها؟ تعطيني مو امك تعطيك؟ ها وتعرفك تكلفر هكا؟ في بالها باهي في بالها عدت علي في السبيطار رقدت في السبيطار كل شيء برشا هيك انت رقدت في السبيطار ماك بطل فك عليك ما هو مكاكا هو ورا بعضها بشوي بشوي فهمتني؟ معناتها تحب تقول شوية قلت لك مرسم كعام خالد جرب بشوية انت باش تكمل معناها الحكاية شنو نكمل؟ معناتها باش تعمل كول فور ليه؟ باش نكمل البنتي الذية ومسيا تكمل زي باش يرني نير في بلا يا عم اش انت مستعد نمشي ندويوك وفك عليك؟ قول والله والله قسما بربي ترجع لي هذه ما عادش تشوف منظري جامد لا ما نرجعها لكش ونخليك تمشي تداوي نهزك للطبيب كان جيت نحب نداوي راني داويت روحي مش عارف برسم انت مش هكا تداوي مش عارف نقول له يرجعني برسم مش باش يرجعها لك راهو علاه مش باش يرجعها لك اما اختارك تمشي فوق عليك فوق عليك خليه يمشي يداويك خير قلت لك مش عارف برسم تو تبكي على الكول فور راجل مش لي نبكي مش لي نبكي مش عارف نبت في بجهرة بكلمة بجهرة برسم عندك اخواتك اخرين؟ ايه مش كي يروك في الصورة هذه يتأثروا بيك؟ يسعي ما فك عليك بلا قلم كلم برسم مش باش يرجع عيلك صحيح هذا نكلموني جهرب تنكلم جهرب بشوي مش خفامك حاجة انت مستعدش تمشي تداوي؟ مستعدش تمشي تداوي؟ ايه مستعد باهي دونك فك عليك من الكول فور تو ما عادش تستعمل بيع بيع تو غد عامك برسم جهرب برسم تب جرب برد ليه ولا نفدلك والله ورسنا والله ماني نفدلك معاك في حد تاني بجرب برسم خلي مداني ما عادش بكري احنا وين تو في البلاد شنو اسمها؟ وين المنطق؟ اي شنو اسمها البلاد هذي؟ باش مثبت ما نفدلك بجرب هذاك عليه هو ماني نشوف فيك نشوف فيك فايق ولا بالحق لا ولا في باش فك علينا من فيزا فيزا باهية ومحليها وانت محليك وجيك مزيان وذاوي والناس الكل خليها تحترمك فك عليك من الحكايه هذه صحيح صحيح يرحم والديك ويعطيك الصحه مسيوك خليه يرجع لي توك الجعبه ديما شاد بالجعبه قلت لك برس ولادك كان عندك ولاد برس ولادك برس ولادك خلي واحد ولا نجي عن مصباح نعطيك تاكل وفك عليك انت مش حكايه الماك قلت لك انا قلت لك باش نتعشى مش عطيني جعبه الكل مش نروح لا جعبه الكل باش تاكلك روحك ما انا خلينا نمشي نروح وكا هاو تو غدوه ناخذ جعبه وتشوف الضحك سنيه مش ناخذ باش ناخذ جعبه اخرى مش قلت لي باش تداوي روحك وبطلت انا نداوي مش قلت لي روحك بطلت انا ما بطلتش
نحكي عليها. من زد كي رجعت عندي نهارين راهو رجعت بنتي قصت عليها هنا. هي قصة عليها فك علينا. مليك ما يرجعني مالله من زد كي رجع. تو برجولي اسمعني في الكلام هذا مشيو نروحوا وغدو يعمل الله يدلو. لا يا حبايبي امشي برس سمك بجهرب قلت لك بجهرب. بجهرب والله وقسما بربي ما نجم. ورس النبي محمد لنبتها في الدار الليلة والله يشهد يشهد عليه ربي لنبتها في الدار. عليش على خاطر انتو ما تحبش تروح لداركم تبيت فايق شيخ وامورك واضحة بحدا ميمتك واخواتك تنيك تنيك ما نحملش برجع. شو ما تحملش فهمني 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 نحكي معك شو ما تحملش شو ما تحملش شو ما نحملش ما نحملش كيفاش ما بس ما بدايش ايه لان كيك طلع كيفاش نحس طلع كيفية مثلا كي واحد يقولوا نحن يتكيف سيجارو كيف سيجارو سيفيل يتكيفوا عادي. انت قديش من واحد كيفك هكا يا بانكي قديش من طفل كيفك انت معناتها كيفيني كل واحد ومخه شنو كيفيني برشا كيفك ايه لا برشا برشا ولاد حومتك ولاد حومتي لا ملاوي حومتي ما نعرفش فهمتكم الحكاية هذه شكون علمها لك؟ شوف ساعات ساعات عنده برشا كانوا يبانتيو وبطلوا كل علموك وبطلوا؟ مش علموني نخزر لهم. مال انت شكون علمك؟ ما نخزر لهم نخزر نخزر فنخزر الحاجة نحب نتعلمها وكيك. قديش عندك من عام تعمل هكا؟ يبانتي؟ أربع سنين. أربع سنين؟ من ست أيام. بي. خليني نسألك تعرف اللي انت برشا ماتوا بالحكايه هذه؟ نعم. تعرف اللي رواريك تضرهم؟ نعم. تعرف اللي تنجم تموت هكا؟ نعرف. تعرف اللي منتك باش تتحرق عليك؟ قسما بربي نعرف قول لك خليني ما عادش بكري عليا ورس النبي محمد. شايفك شمبتل؟ مرسم. وين امشي؟ ايز 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 امشي قاعد. ايز ايز بركة. ايز بركة. تعرف هذه كله ما تحبش تبطل؟ نعم. أمسي إيه زبركة مسيو تعرف اللي أنت شباب ومحليك يا رحم والديك أنت يا شاب جارة ربي أمسي إيه زبركة كلمني أنا إيش بيرب لها بريجوكتير ولا قوية ياسر ولا اسمعني بركة اسمعني بركة اسمعني بركة توا أنت كيف يقوا بيك هكا ولاد حومتك ويشوفوك وأنت تا وأنت تبنتي كيف تقول مو مش يضحكوا عليك خليه يضحك عادي إيه المهرج ما يضحكوش عليا أنا عمري في 41 41 تبارك الله ماكش صغير عندي زوج بنات واش بيك بالباز؟ مانيش بالباز ها قلبت الدنيا من تو ما حبيتش تسكت خليني نحكي معاك وتخلي في العوايد وتخلي في الناس الكل عليك انا نحترمهم هذوما ولاد باج هذوما هذوما ولاد باج هذوما عوان هذوما ولاد باج ونحن قسم بالله شوف شنو يا باج قبل كانوا قبل قسم بالله شفت المركز هذايا كانوا قبل يريثوا الدنيا الكل قسم بالله وبعد الثوره وكذا وقاعدين يريثوا في الدنيا الكل هذوما العوان الكل قاعد يا ولدي اسمعني خلينا نحكي معاك. انت ماكش راير. والله صدقني من الظروف، والله من الظروف. علاش هم مساكن يقول لك برا روح نسيس وفيك وانت ما حبيتش. والله اسمعني خلينا نحكي معاك، شفت الشرطة والمنطقة والحرس وكذا كلهم تلقاهم يسيروا في الناس الكل، اهب جاربي يروح يشحتوا في الناس الكل، يشحتوا فين برشا يروح يشحتوا فيه. يوم يشحتوا فيك انت برا روح وانت تقول معاك، هبط له كاميرا، لبس عليك انت اللي مسك تقول له مركب ركبة. عم الركبة الصناعية عندنا. هي مركب ركبة معناتها تتعدى على العباد. لا ما تعديت سمعتوا مني كلمة شهم توك مش هكا. برشا كلمة شهم. وش قلت؟ عاودوا اللي قلت. لا انا نستحي باش تعاودوا لك الكاميرا. ما قلتش عاد هكا توعي توك راك باهرة. ما قلتش حتى كلمة. انا قلت لهم سامحوني خليني نحكي معك انت. انا حاش باش نحكي معك انت خاطر انت نشوفك في التلفزة حبيت نشوفك. حبيت نحكي معك. اسمي خوي. والله والضروب والله والضروب اش بيك والله يا ربي يعلم بي والله مانيش نطلب العباد راهو نطلب في ربي ايش بيك تخنقت 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 تجي للمركز معناتها باش تدخل علاش لا متعدي علاش علاش تخنقت لا متعدي علاش تخنقت المركز ما عنديش بيه حتى غايه باهي علاش تخنقت اش بيك ما عادش عندي حتى حيل زوز صغار وبراوز وكره واحد ما عادش عندي حتى عين فديت لعب بخزرهم بالله عدو هذي الشاهد ولا شو اسمه رئيس الدولة توا قيس سعيد ولا شو اسمه شديد الدولة توا نقول لهم بينكم وبين ربي نحب نقول لهم بينكم وبين ربي والله بينكم وبين ربي قسم بالله ممكن تستحفظ على روحك شوية زين لا مستحفظ على روحي مو
صغيرات هكا اللي تشرب بيه وكلهم بيه. مش هي تشرب مش نشرب ولا شنو؟ صدقني بالصدفه انتم جيتوا لما يعرفوني حتى الاوان يعرفوني بالصدفه قلت لك والله بالصدفه. مو الفليسيت هذه حطها مع الصغيرات بالصدفه ورحمه وليدي اللي تمنيت والله صدقني يا تمنيت من قبل نتمنى تعرف شنو نتمنى شوف قسم بالله وانتي ديما نشوف فيك وتقرب في القضايا وتدخل في حي التضامن وتدخل في كل الحياة الشعبية وكذا وبالحاكم وتدخلها صدقني نتمنى نشوفك هاك شفت والله الحمد لله يا رب لك مش عاطين مش عاطيك الحمد لله انا لاباس ود يا ما تو بالزهر والله وثت بالزهر باش تولي صاحبي انت ودي خيان بالله ما تحب تولي صاحبي اخذر لي ما تخسريش المنظور هذاك تكون شيخ ولا شنو صدقني والله صدقني لاني طالب حتى واحد ما نحب نقول الاجتماع اللي يحكموا في البلاد هذه خافوا ربي وكاو ما شجعتوني انا لاباس الحمد لله لاباس عليا نخلص كرايه في وقته ومصروف بناتي في وقته الحمد لله يا رب اما قول لهم خافوا ربي ماهوش شجعتوني ما يعطونيش يعطيني يا ربي فهمت شنو ما يعطونيش يحب نعاونوهم تو حتى ندبر هنا تو نعطيه لهم مهم يخافوا ربي وانت تو مش تحب تولي صاحبي ولا يا ودي خويا انا ودي هذا عليك تروح وانت فرحان لا لا ودي مريق تروح وانت فرحان اسمعني خليني احكي معك بالله واش اسمك انت شوفك فيهم تونس ديما واش اسمك محمد بوزيد خويا محمد بوزيد انا شفتك بليك جماعه اللي يخدمون هنا انا اعرفهم في باش انا يخدمون هنا وانا حشمت كي قلت لهم بالله وكذا وشدوني حشمت والله يحشم قسم بالله خاطر نعرفهم نستخدم ارواح ما نحبش ويعرفوني نظيف نبدا مثلا باش نتقوى كذا يقول لك اخسر له هذاك وكذا وش بيه تصرف هكاك فهمت كيفاش؟ انت ما عليك فك عليك لا لا حشمت من المب والله والله حشمت وين تشرف اللي تعديت معك انت وتعديت مع الناس اللي يخدموا لهنا وباجي اهل باجي راه معز ناس راه قسم بالله وعز ناس وشفت مركز باجي هنا هذا المركز هذا اللي يدخل عامل مشكله يخرج فرحان قسم بالله ابي يدخل عامل مشكله يدخل مثلا متغش وكذا يخرج فرحان يقعد على القوفي باقي يتغشش لا ودي انا ما عندي حتى مشكله هاو سلام هام بالله اول مره تشوفوني ولا والله ولد باش هاي اول مره تشوفوني ما حتى قول لك تصبح على خير ويعطيك الصحه اخزر لي نحن فرحنا بكم في باجه وباجه راهي بلاد مضيافه وكذا فهمتني ورانا وشرفنا بيك وبالسيد اللي معاك هذا اللي يصور فيه اللي يصور ابو سليغ هذا